अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की इस वीडियो में आपको प्रैक्टिकली सलातुल तस्बीह की नमाज का तरीका बताने जा रहा हूँ ताकि समझने में आसानी हो। आप देखते जाइए, इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा। सबसे पहले नियत करेंगे। नियत इस तरह से होगी, नियत करता हूँ 4 रकात नमाज सलातुल तस्बीह वास्ते अल्लाह ताला के रुख मेरा काबे शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। ये नफिल नमाज है, इस तरह से पढ़ेंगे। देखिए, अल्लाहु अकबर, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक व तबारक इस्मुक व तआला जद्दुक व ला इलाहा गैरुक। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم آخر تك بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون آخر تك سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر। इस नमाज के पढ़ने के 2 तरीके हैं। ये पहला तरीका है, इसके बाद में दूसरा तरीका मैं आपको बताऊंगा। खड़े खड़े 15 मरतबा पढ़ना है, उसके बाद अल्लाह अकबर कह के रुकू में चले जाएंगे। अल्लाह अकबर, सुबहान रब्बी अलअज़ीम, सुबहान रब्बी अलअज़ीम, سبحان ربي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر نہیں کہنا। जब आप पहली रकात पूरी करने के बाद दूसरी रकात के लिए खड़े होंगे तो आपको अल्लाहु अकबर नहीं कहना, बिना अल्लाहु अकबर कहे खड़े हो जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिर्रब्बिलआलमीन आखिर तक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इदा जाअ नसरुल्लाहि वल फतह आखिर तक سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر سبحان ربي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر
التحيات لله والصلوات والطيبات آخر تک. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين آخر تک. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب آخر تک. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر نہیں کہنا کیونکہ ہماری یہ چوتھی رکعت ہے اور یہ اللہ اکبر ہم سجدے میں ہی کہہ چکے ہوتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین آخر تک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد آخر تک. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اللہ اکبر. سبحان ربي العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. التحيات لله والصلوات آخر تك. اس کے بعد درود شریف اور اس کے بعد اللهم إني ظلمت نفسي دعاء اور اس کے بعد السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اب دوسرا طریقہ سمجھیے. ایک طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا اور دوسرے طریقے سے یہ صلاۃ التسبیح کی نماز کیسے پڑھی جاتی ہے اس کو بھی دیکھیں. سب سے پہلے نیت کر لیں گے اور اس کے بعد اللہ اکبر کہیں گے. اللہ اکبر. سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين آخر تك. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل آخر تك. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. پہلے طریقے میں قیام کی حالت میں یعنی کھڑے ہونے کی حالت میں 15 مرتبہ پڑھنا تھا اور دوسرا طریقہ جو میں اب پڑھ کر آپ کو بتا رہا ہوں اس میں کھڑے کھڑے 25 مرتبہ پڑھنا ہے جیسا کہ آپ نے دیکھا. اس کے بعد رکوع میں چلے جائیں گے. اللہ اکبر.
سبحان ربي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين آخر تك بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر سبحان ربي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر التحيات لله والصلوات آخر تك اس کے بعد کھڑے ہو جائیں گے الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين آخر تك بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين آخر تك سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر سبحان ربي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين آخر تك بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر آخر تك سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر سبحان ربي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر التحيات لله والصلوات والطيبات آخر تك اس کے بعد درود شریف اور اس کے بعد دعا اللهم اني ظلمت نفسي اور سلام پھیر دینے السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله تو یہ دو طریقے تھے جو آپ نے سماعت فرمائے السلام عليكم